إخوان السلام عليكم ورحمة الله. تحرك. أيوة. الله الحمد لك ومشكرك، الحمد لك ومشكرك. أولا ندوب لي فورمايتين، واخا نديرو هادشي ما تنفعش، لأن ولد القحم دائما تيحبسو ليا الفيديو، ماشي باش نتفرجو فيه حنايا، غير تيحبسو ليا المونتايزين، يا ولد باغي تنتسنى في الأبيل، إوا الأبيل تنربحوهم في الأبيل، وهما تيسحبوني أنا تنضيع فلوس، صافي شحال نضيع؟ $1.83، هادشي تيمشي. واش نايب $1 ماشي ليك تا هذا، الناس يجوع هادو. ولاحظت واحد المشكل فيما تنجبد البوليس لا شبكوني ولا القلب المسلحة تي هذا تيحبسوا لي الفيديو. ايوا هادي واش هادي كوانسيدنس ولا يمكن هاد اليوتيوبرز اللي قالوا ليهم انتظروني سوف اعود، وهذا غادي يولينا هو المهدي المنتظر. قال لك غادي يقوم بواحد الحمله على اليوتيوبر التفاحه. اشنو ماشي التفاحه وشنو هي التافهه واشنو هي قنوات ولا الاخرى؟ قال لي حيد اللم قنوات التافهه صاحب التفاحه مشعل. قال لك غادي نوضوا حمله انا صاحب الحمله اللي قال شي مره حامله غادي يحيدوا لها الوالده. لا قال لك حمله، ما معنى حمله؟ قال لي كامبين. كامبين ضربه بالعربيه تخرج لي بالفرنسيه ويقلبها للانجليزيه. قال لك غادي يقوموا بحمله ضد القنوات والقنوات التافهه. اي هذه شنو علاش تقولوا عندنا في المغرب حكا ولا حكاكه هذيك الجمعيه حكا ولا هكا ولا ما عليناش هادشي جديد. ايوا دابا حنايا تنعيشوا في اوروبا ومن واحد تيقول لهم انتظروني الحلاوه ديال اليوتيوب هي كل واحد يعبر على الموضوع ديالو بالاسلوب ديالو وبهذا. الا غادي يجي واحد يعمل لنا واحد اليونيفورم شكون هو هذا؟ وعينا منهم راه غير ولاد القحم هما اللي يجيونا بحال هذا سمو هذا الفقيه الفيزازي بحال الاخر ذاك سمو هذا البراح بحال ذاك سمو هذا القواد الاخر نسيت سميتو ذاك الرميد. ايوا هذا غادي يولي بحالهم هذا اللي قال لك غادي يعمل حمله ضد القنوات التافهه ولا التفاحه ماشي. ايوا هادشي ثاني غادي يخرج جديد هذا سيلف ريجليشن غادي يقول لك وغادي يطلع القنوات ذو المستوى بحال يطلعهم شي بوجي غادي يطلعهم يقول لك يطلعهم. اي هذا ميردوك ديال سكاي ولا ذاك اسمو لورد بلاك ولا شمو هذاك الاخر هادو الخوت اللي عندهم ويست هام نسيت سميتهم بلاتي وما عليناش. انايا بالنسبه ليا هذيك الحمله ما تهمنيش، ولكن انا ما ننصحش تنوض حمله على القنوات اللي تيتكلموا بالتفاحه ولا التفاحه ولا بلد. الحلاوه ديال اليوتيوب هو واحد كلم باللغه ديالو فهمتي. ايوا هذا الاوبينيون ديالي وانايا ماشي سوقي فهمتي ماشي سوقي انايا هادي. فلهذا اشكركم لي. ايوا سمعت شي ناس وسمعت جاني هذا الميساج اللي جاني في اليوتيوب قال لك غادي تكلموا على ديك المرأة مع
مع داك الدري اللي قال لكم مسخوط الوالدين. انايا انا مع المرأة، معها وضدها، ولكن يا اخي هذيك شنو تقولوا لي، ماشي العقول، ماشي العقوزه، لا الاخرى بنت الراجل، شنو يقولوا لها بنت الراجل، ما عرفتش نقول لك السميه عندكم، هذيك بنت ولدها، بنت ولدها بانت ليا ستريسي، يمكن شتاب على ديال هذيك الفوطه على راسها، باقي مشات الحمام، مشات الحمام هنا الحمام ديال الدار، ملي تتوجد نفسها راجلها، ولكن شكون دق على الدار، جات نسيبه بدون استدعاء، بدون تليفون، بدون وورنين، بدون هذا، ولكن هادشي هادشي عيب، هذا ما بقاش بحال بكري، ما كاينش التليفون، ما كاين هذا، عندك التليفون باش تسجل هذاك ما وقع، وما عندكش التليفون تعيطي لها تقول لها انا غنجي نشوف الاحفاد، الله الله على هذيك الكلمه ديال الاحفاد، غنجي نشوف الاحفاد ديالي، وتوجدها لي المرض، المرا يمكن كانت تتوجد تصوب راسها باش باش تدوز ديك الليله، اش يقول لي ديك الليله بالعربيه؟ ها؟ حماميه ولا حميميه ولا ماشي. قال لك دوز ليله مع راجلها فهمتي، مجده باش يجي راجلها من الخدمه طلع عليه، ايوا تسقط نسيبه تما، خسرت ليها البلان، ايوا فهمتي، والدار، والدار على ما بان ليا، على ما بان ليا ديك الدار ماشي دار، غير شي ابارتمون صغيره ساكن فيها هما تربعه، تيبان ليا الكارتونات والعبانات وكلشي، داك واحد الغرفه فيها التلفزيون، ما فيها الديكور لا والو، ما عليناش باش تسوقي فيهم، انا ماشي تسوقي فيهم، ولكن دابا باش نقولوا بانه هو مسخوط الوالدين، ولا مو هي مسخوط الوالدين، مسخوطة الوالدين، ولا حلف الكلب ما يعرف سالم، حلف سالم ما يحل الباب سالمكم، ما عرفوش كيفاش نحدوا، ما عليناش، فلهذا انايا تنخدم من هذه النظريه، يمكن ذاك العقوزه، لا ماشي العقوزه، ما عرفتش تقول، ما عليك، مرت الولد كانت مجده باش فهمتي، كانت تتبوشد باش تصوب راسها، تبريزونتي راسها باش باش تنعس الدراري، ودخل هي وراجلها الفراش، ويبقاو على دوك فيا ندوك فيك، فهمتي، وجات النسيبه قولات كلشي، إيوا ومع الراجل يلاه جا من الخدمه تا هو، جاي معول باش يغرد هو يدخل يدوش، ينعسو الدراري ويبقاو، فهمتي، شي قرعه ديال الاتاي ولا قرعه ديال الفان بلو ولا الروج، شنو داكشي تشربو. ايوا هذا من بعد هذا، وجات المصيبه قولات كلشي، فلهذا يا اخي ما نقدرش نعلق على المصيبه، وما نقدرش نعلق على راجل، او بعد راجل الدار عنده صغيره، كون كان عنده غير دار كبيره فيها بيت، لان هاد المغاربه تيبقاو مسكنين بولادهم بيت واحد طول حياتهم، تيلحقوا 16 عام 18 عام تيهربوا لهم، اش يديروا؟ تيكرفسوا ولادهم وتيمشيو للمغرب، تيقول لك تيقول انفيستير، اش من انفيستير، ما تانفيستير، ما تانفيستير، تيمشيو باش يشريو الدار في شي دوار، في شي دوار، في شي قريه بحال اللي قلتي. بحال قلتي لك اسمها الفقيه بن صلاح، ولا ديك التادلة، ولا ديك هذوك الناحية ديال العريش، ولا ديال ديهم تما، إيوا الدري مولف الديسكو، مولف هذا، مولف الكلوبات وهذا، وأنت غادي يبيع لك شاري شي من الدار تما، والدار ما تسكنش فيها، تسكن فيها شهر في العام، ومضيع ولادك مسكنهم بيت 16 عام ولا 18 عام، مسكنهم بيت واحد، فهذا يدك خو باري فو فرونسي، شوفوا شوفوا، ما بقيتش انفيستيو في المغرب، ما تانفيستيوش، ما تانفيستيوش، وزياده على ذلك اللي بغى يدعمل شي عمليه ما يمشيش عند الشطاره تخوي الشكاره، ما تمشيش، لابد تمشي تعمل شي عمليه اعملها في اوروبا، تكون محمي بالقوانين الاوروبيه، قالت لك غادي تمشي تعمل واحد واحد رتوش في الخد ديالها، واقيلا غليظه، ما علاش، فهمتي، مشات لواحد الكلينيك، دخلت تما قال لي غندير، قلت لي لا نبغي هذه، تقول لها لا غنوريك هذه، وديك اللعبه ديال تراست مي اي ام يور دكتور دازنت اكزيست نو مور، فاك يو اف يو ار ماي دكتور، ام تيلين يو فروم هذا المنبر، ما عليناش، ايوا هذا بن جاب على تيحل حله ويضرب له واحد العرق، ضرب له العرق وما عرفش ما يدير معاه، اش دار باش يصوفي هذا باش يعمل هذا، هزها في الباياس خرجوها دوزوها للكلينيك، داك الكلينيك ما عندهمش داكشي ديال الانعاش وكشي ما والو، دخلوها لتما شدوها لهداك الكلينيك، السيده ميته، جات العائله قالها راه قد راه مبنجه راه في الانعاش، وخويا الدريه مات، مات عندك هذاك البيوتي هذاك سمو داك البلاستيك سيرجن، مات عنده في المصحه ديالك، اشنو بالعربيه؟ عمليه التجميل، عمليه التجميل يعني عمليه القتيل هذي. ايوا سيدي مشات تما مات السيده، ملي الناس مشاو يشوفوا هذاك قال لهم حقا مات مع الصباح،
فهمتي؟ ايوا على خاطر قال لهم تفاهموا معنا باش نطلقوا لكم الكنازه. قال الاخر ما خصنا لا كنازه لا والو، حنا خصنا واحد البحث. ايوا شكون اللي بحث؟ هذاك الطبيب اللي جات عنده ديال الانعاش، ما يسمينه بالانعاش، ما يقدرش يستهيني بان جاتو ميده، لانه هذا القحاب الاطباء انا اقولها واعدها واتحمل مسؤوليتها والمسؤوليه ديال ديك هذوك بغي يعملوا الحمله على القنوات المتفاهه تفاهه المريض تانا فلهذا اقول لكم من هنا، هذاك الطبيب هذاك عمر الطبيب ما تيشد على الطبيب بحال ولا القحاب هذه ما كاين في المغرب. وهادو بارلي فرونسي ولا هادو هابلا اسبانيول ولا بارلا ايطاليانو، اجابكم المغرب ديروا العمليه، سيروا لا تشيكو سلوفاكيا ولا سلوفاكيا ولا تشيك ريبابليك ولا هنغري ولا بولاند ولا مونتينيغرو، بعدا محميين بالقانون الاوروبي. في المغرب راه ما كايناش العداله، ما كاين لا عداله لا حبي، فهمتي؟ قله الادب ما كايناش. اش يقولك حفظنا لك الدعوه ديالك وسير نتايا تضحك عند ربي يوم القيامه عاد واقيلا يجبدوا لك الدوسي ديالك نضرك انت شحال هادي فهمتي. العام فهمتي انا دابا تنبدي نعطش كيقولوا لك العداله النزيهه، اش من نزيهه؟ هاد الفيديو اللي عملنا، هاد الفيديو راه حبسوه ليا ديال سيارة النكاح المتنقلة، ديال المتنقلة، القنوات المساعدة، فهمتي هاهي، دابا هادو تيستعملوهم هي النكاح باش يعملو فيهم الكانتين، ويعملو فيهم باش يدخلو يسترحو خذو قهوة ولا أتاي، ملي تكون هداك الرايض، ملي تكون حدا البرلمان تيسخو في عباد الله، خصو يبدو بحالو يديرو فيهم قهوة وأتاي باش الشباب كل يسترح، لا دايرين هما باش ينكحو. يشد البنت من صحه من صدقه ويدخلها ينكحها، واش هادي شي جريمه ديال العمل؟ ملي كنت انا في المغرب القحاب البوليس ديال المرسيل طون كنا حيا فيه، هادي حاجه وحده ستاد فيليب في اللور ديال هذاك الوطيل ديال تما، هذوك الوطيل ديال معليش هادي كيديروا البوس، دابا تشبكوا انت هما تعلموا لها. ايوا انا نقول لك فهمتي، انا نقول لكم يا ايها الجاليه، انا بدا نخدم عليكم بحالك بوصوفه ولا بوصوف ولا هذيك مولات النقاب نقابل نقاب قال لك حكا مازال ما عطوها الكريدنشو باش نوت تسالف اوروبا، ما كايناش مول فيها الريحه، طبيب الاموال ما عليناش ماشي سوقنا، هي ذاك بوراتي ولا بوزراويتا غير ساهل لهم تا هو، داكشي علاش ما عطاهاش الاخرى نصبوها كهذيك وزيره الهجره، والاخر مازال ما عطاها الكود فو زي ريد لايت ولا الجرين لايت ما عليه بحال داكشي ما نبقيش عاقل عليها انتوما. وسيدي تنقولوا الجاليه ما تمشيوش تشريو العقار في المغرب راه غادي يقلبوكم، ولا بغيتو تشريو ما تشطروش، شدوا محامي يكون هذا عنده اسيرونس ومسجل في هيئه المحامون، وشوف البيرو ديالك كيفاش دايرك وساكن في شي براكه ولا شي حاجه، هذاك الموثق تا هو شوف شي موثق وحد عليه يكون القحبه بمجهد باش يهرب لكندا تا هو عاد يمشي تشوف الارض الارض اللي ما قال حاجه دوما لا ما دوما قول لي با دوما ميتنو، وسير سجل ديال مالك الارض سجلها اولا سجلها وتجيب الوراقي وتشوفها تشوفها عند تا بانكا ما تبعها، وعاد تشوف البنا والاكسبير الا ما فيك ما دير هادشي ما تشريش، الا بغيت تشري غير بالتليفون بحال لا سير خويا لاسبان سير البرتقيز سير لسود لا فرونس سير فرنسا رخيصه لتحت كاين الشمس وسير لها جهه اخرى في كذا احنا اللي باسك تما كنا وحياة الله ولا هو الطليان يا مالك اخويا ما قال لها حاجه هي اوبليجي باش تمشي تشري في المغرب انا جيت انا شي طبيب لوج معايا بزاف تقوى انت ولا دارك ولا طوموبيلتك اللي عندك الولاد شري لهم في اسبانيا المستقبل ملي تشوف رئيس حزب مشى شرا عمارات في تركيا باش ياخذ الجنسيه وساكن في المان ووزير الصحه شرا جوج عمارات بعد لكم ديك الجلبه بيريمي ها وانت تشوف ذاك اسمو هذاك مزوار ها اللي باك تيخلوض علاش شدوه في لي فرونتيير كل ما دار شي حاجه ما يشدوش ها ديبلومات ولا ديبلومات فاك يو ما عليناش. فلهذا يا اخواني المغاربه انا تنقول لكم ما نصح لله انا ما انا ما انا ما شتوقي انا بعيد على داك الشيء انا ما شاري حتى شي حاجه وما نحتاج ما نحتاجش شي حاجه للتجميل خصني شي حاجه للتجميل اخو اخوان المغاربه
قال لي عندك غير 5000 واحد تتبعك ولا لا. حنا انيش اكسكلوزيف كلوب، حنا اكسكلوزيف كلوب 5000 واحد بارك عليا، ما خصنيش 150 يا سيدي المنافقين. دوزت فيديوهات اللي فيهم 150 120 140 دوزتهم، شوفوا التاريخ، ولكن ما بغيناش حنا البلا فهمتي، بغينا ديك اللعبه ندير فيديو على ظهر شي واحد، لا لا لا، حنا نديروا الفيديو ملي يكون في الوقت المناسب. وهاد 5000 اللي عندنا هادو لالو ولا 3000 قريبه 3000 مشارك، هادو مبارك، هذا كلوب اكسكلوزيف، هذه راه جمعيه ملكيه تاع السكيريه مغاربه في انحاء العالم، عرفتي؟ باش تكون عندك العضويه في هذه الجمعيه خصك يكون عندك كوخونيس بالسبليونيه، اشنو هو بالعربيه؟ اعوذ بالله، لا لا الحلاوي ما عليناش، فهمتي؟ قال هذا يا اخي المغربي، ما تصدعنيش بقى تقول لي هذا ولا ما هذا ولا ما هذا ولا ما هذا، فهمتي؟ قال لك انزكان انزكان، هاد انزكان مسخوط، هاد انزكان ها هي فيها الحفاري، هم تيحرقوا لهم المارشيات، كل عام تيحرقوا لهم مارشي، المارشي حرقوا، عاوتاني يجي العام الجاي تاني يحرقوا، باكل عليهم غير حرق حرق حرق، ما دين عليهم، ذاك الوزير ما فيدوش، وكاين رئيس الحكومه، لو كان شي واحد عنده هذوك راه يقول ما رجعت يعمل فيها ليزام في سما ويجيب الناس المساهمين وهذا وهذا، ويديروا يزيدوا حبس خور، لكن حبس واحد حبس خور وملعب الكره ودير، لكن ما الوزير هذا كامل انزكام ما فيدوش، ما فيدو والو، دار بالمصلحه ديالو يدير الفلوس، بنى الفيلا قال لك في السلامه ما في بنا ولا شيء، ما عليناش لا في تمانه، لانه سالفيش مصلحته هو الاول، ما تيشوفش المصلحه ديال المدينه ديالو، انا ما عليناش باش سوقي وداك السوق تيتملي، السوق تيتملي بالك عليهم بالزنق ولا بالزنق بالزنق، لك داك لك تتخلص لك المخزني، ويقول لك الوسخ مسخه مسخه، دير الشركه باش تكلف الدولة تخلص مع عباد الله، كل واحد يعطي مارش عاد يخلص في النهار، وما تدير والو، تياخذوا الفلوس ما كاين لا نظافه لا والو، هذا السوق ديال 3 مليون نقول لك من هنايا، تقول لي اش داك 3 مليون، اش ندير 3 مليون، تبقى كان في الطيارات بكري ما عليناش، فهمتي؟ هذاك السوق ديال 3 مليون شكون اللي مقابلو؟ الدار البيضاء، هذا جمع كركات قال هذاك العمده هذاك الشفار. واش عاطيلو الشركه باش تكلف به وما دير والو، تاخذ الفلوس يوميا مع الناس وما كاين لا نظافه لا والو، لا ما لا خير كبير عام لا خير، حشومه حشومه حشومه، ولا هادو معاهم صداع، والسيد السيد غادي يتسنى الكار باش يجو الفراخ ديالو، يجيبو الفراخ ديالو تيصور بحال هكا، فهمتي؟ واحد يقول زوزو ولا واحد الدري ولا تسلا مسكين، واحد الناس شدوا القحاب ضربوا بيدك الكورتي، هادوك الكورتي دخل دير مهم كلهم الحبس، هادو طلع دير مهم اللائحه، هاد لي كورتي هما اقبح جنس في العالم، هادو لي كورتي، هادو القحاب هادو التاوت اللي تيبيعوا 20 ورقه الكيران، هادو شوف 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 واحد تقول لي تعرف شي واحد، اما عم كاين واحد دخل دير مهم اللائحه، راه ولاد القحاب هادوك الكورتي راه البياعه ديال البوليس والشفاره، راه هما الشفاره تيخذوا الباليزات والباكاج العباد الله وتبيعوا البوليس وتبيعوا الادروك، هادوك لي كورتي، لي كورتي في انحاء المعلم من الدار بين المنطقه الزيان حتى لديك اسمها هذيك هذيك ديال الرباط، ما تقول قابله ولا ماشي مالك، هذيك وزيد الاخرى اي محطه ديال الطوبيسات، هذوك الكورتي كلهم ولاد القحاب، غير الشفاره اصحاب المخدرات الشكامه ديال البوليس واكس كريمينالز، هذوك ولاد القحاب، هذوك الكورتي انا اقولها واعيدها واتحمل مسؤوليتي، قال لي واحد خليهم يترزقوا على الله، شي ترزق على عند دين امه، هذو هما اللي نكيران خصهم ينظموا راسهم يديروا كيشي واحد كاين واحد يبيع اي بي، ما كاينش ثيرد بارتي، اش من كوزي الا عملتو دي كيش بحال الساتيه، ملي كندير الساتيه من حدا الجيش الملكي تما، ورا هذاك اسمه ورا هذاك اسمه شيراتون، ديك الساعه ما كانش شيراتون، كانت لوكال ديال الواك، ما عليناش، وتما كي تمشي تما تدخل الباكاج، حط الباكاج ديالك، تقطع البيت حط الباكاج، هذاك كيفاش تكار ها البار ها الكابينه كل شيء، ولا كدي قاري طلع الفوق الفاكولتي دروا الفوق تقرا شي شويه بما تسنى الكاريج معطل، ما عليناش، فهمتي؟ ما انا ماشي سوق هنا في هادشي دخل لي هذا، وداك القحبه اللي تيبيع الدواء، ذاك اللي كان رئيس المديريه ديال الادويه بالمغرب، هذاك اسمه جمال توفيق، ماشي ذاك التوفيق ديال الجوامع، لا، هذا توفيق اخر، هذا توفيق ديال الدواء، هذا هو اللي قرر ذاك وزير الصحه اللي جراو عليه. الدكالي ولا مرض مزابي ولا مرض ندير المهم ما عليناش باش سوقنا فيه يكون مين ما بغى هذا راه خرجوه في 2000 ورجع في 2000 كتعاود ثاني فهمتي هذا تيجي يجرو عليه هذا الشفار هذا الشفار هذا الطبيب هذا كونسلتنت اش من كونسلتنت بولوكس
فهمتي هذا الشفار هذا هو اللي مقود على تيشري الدواء قديم تيجيبوني حنايا اه وتيبيعوه قال الاخر داك نسيب ديك الدري اللي مات اليوم 30 عام عمر هذيك اللي مات في الكلينيك مشات عند التجميل قال لهم تيجيبوا الدواء قديم وقال لك الطبيب جيعان تيعمل 10 ديال الاوبيراسيون في النهار كيفاش هذا قال لك كيفاش يركز كيفاش يركز 10 ديال الاوبيراسيون جيعان خصو يدير هذا هو ماشي طبيب هو هذاك اسمه جي بي جينيرال بارتيشن ماشي جابوا التجميل التجميل راه سبيسياليتي هادي تيفتح قال لك تيفتح العمليه بين 600,000 حتى 300,000 درهم العمليه وصور انت عمل غير 6 10 العمليه 600,000 هاي 6 مليون ديال الدرهم في النهار هذا ماشي هذا ماشي طبيب جزار وكيف ما عمل يتكلم ويقحم الحكومه شفاره العداله بروتوك انا حفظوا لك الدوسي اش حفظوا ليا واش بنتي محافظه ما تحفظ لي الدوسي لواحد داعي قتل لي بنتي وتقول لي نحفظ لي الدوسي لا يخرجوا المفتشين ديال وزاره الصحه ويخرجوا البوليس هذوك ديك الفرقه هذيك الفرقه اللي مرأسه داك اسمه جو بيتشي محمد الدخري يخرجوا يبحثوا اشنو واش ما كاين طبيب باش ما يكون طبيب طبيب سي زيرو طبيب بحالك وبحالي انايا هو عنده مهمة تقتل عباد الله وانا عندي مهمة تقتل عباد الله بشي اخرى ولكن تقتل ديك الساعة تيبقى يشربوا العام الاول العام الثاني العام الثالث 40 عام عاد يموتوا ماشي بحال الطبيب الطبيب دخلوا عليه يقتلوا ديك الساعة ايوه واش هو الفرق بينهم ها هو تقتل عباد الله ستيت اواي وانا اتيك ماي تايم دي الان الله او قال لك اصاحبي قال لك تيزنيت ها تيزنيت فيش تيزنيت ها تيزنيت ها انا كنسمع تيزنتس وقال لك تيزنيت ها تيزنيت حقري لا ما ندير فيها والو ما كاين لا قيد لا باشا لا والو كذا هذوك الجدرميه بحال الشريف تيدور تما تيحقروا على عباد الله هذه تيزنيت هذيك لا 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 وردك لا فوت اكادير كنا واعي تما الناس تشكى قال لك يا حبيبي هاتي سنين قهرينا وحقرينا وما دايرين لا والو ما دايرين لا والو هادو تي سنين هادو تي سنين ماشي نقول لك لا انا ماشي سوقي انت انا ما الله يرحم باك تخني انا في هادشي اش تخني انا في هادشي ما تخني فيه والو هو تتشوف 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 ما عندك ما تشوف تقولات اسمح لي تقولات فهمتي بعد نشوف واش كاتبين هنايا واش اللي كاين واش اللي كاين اخويا ما كاين والو قال لي واحد دوك الناس فسروا لي ما معنى الثمن قال لي الثمن زعما كاين راه السكره ومسكره تحيد السكره تحيد الثمن حنا نقولوا لا تحيد الثمن ايوا فسروها لي الله يكثر ايوا انت تشوف ما كيما نقول لكم ما عندكم ما تقولوا لي وانا ما عندي ما نقول لكم تضيعوا لي وقتي وانا نضيع وقتي وغادي بحالي غير انايا تنجي هنايا تنقطع بكم وانتم واش تقطعوا بيا ولا نقطع بكم مرة كيفاش مرة كيخد لك شي بيرة امرا في قلت كنتي معايا اليوم ها باقي عندك الفلوس الغدا باش تمشي تخدم راه الانتخابات هما قريب يسالوا لك الحمد لله اليوم عطاو المانيفيستو ديالهم داك هذاك بوريس لا بوراس اك بوريس جونسون دار اليوم انت لو مانيفيستو ديالهم قال لهم غادي نخدم 100,000 دكتور و 10,000 دكتور و 5,000 ممرضه دوك الغلاظات انت غادي ماشي بخير كاين غادي هادو تما بحال المغرب غير الوعود وما كاين حتى شي حاجه شفاره فهمتي شفاره غير هادوك بالانجليزيه الاخرين غير هادوك جيعانين مكابرين فكابرين فهادو كبروا قراو وعندهم هنا وعندهم بزاف وعندهم السبيطار وعندهم كلشي وهادوك جيعانين وتيولي سياسي فهمتي هادو دي شفار دوك الشفار الكبار فهمتي فهمتي هما اللي ممكن ما تيمسوش الشعب ما تيمسوش الناس في الزنقه الاخرين لا تيشفروا وتيمسوا انسان في الزنقه الدراري تيمشيو بالصندالة ديك الصندالة ديال البلاستيك مشرقين ايوا شكون غيتكلم عليهم انايا ايوا واخا قالت لك
نتمنى الملك يدخل في هذه القضيه. والملك ما يجيش يدخل في القضيه. واش الملك ولا طبيب؟ قتلوا لها بنتها 30 جاي من فرنسا باش تعمل التجميل. ويلي ويلي وشوفها يا عباد الله، ما صرتي فين ندير التجميل في المغرب على قلت. والله الا مشكله، والله الا مشكله. والو والو الشفاره لقاها في الشفاره. ودابا دابا دابا من هذا المغاربه من يعاقوا بان هادو تيجيو من اوروبا يسيبوا التجميل، طلعوا في الثمن من الثمن ديال المغرب لاوروبا، ومن يدخل الكابينه تلقى خانزه. كيفاش كيفاش تو جيستيفاي هذا البري؟ تنقول لكم على الجاريه، سمعوا لي، ما تصنتوش داك بوصوف. بوصوف راه شفار، هذاك خدام ديال المخابرات، هذاك قواد ديال المخزن. ما تصنتوش لهذاك اسمو هذا العربيه من الطليان، هادي غتولي كاع فيسبوك. تو ما تصنتوش لهم، راه القحب راه غير شفار على المصالح ديالهم. ما تصنتوش لهم، ما تصنتوش لهم، ما تصنتوش. ولا بغى يبيعوا لكم ديور، قول لهم يحطوا واحد كارانتي مع الحكومه تاع البلاد ديالكم، طاليان فرنسا سبليون، حطوا فلوس كارانتي بحال كذا. الدار 25 مليون، يحطوا 25 مليون تما في فرنسا. ملي تكمل الدار بدا تسني واحد الورقه وترجع الخزينه الفرنسيه، يسلموا لهم دي 25 مليون. إلا بغا هذا هو الحل، أما شي يجيب لك الحلوى، يجيب لك دوك هذوك المغنيين اون شوماج يجيبهم لك تما، ما عندك ما دير بهم. فلهذا ما نطولش، ما نطولش معاكم، وما تبقاش تضيع عليا وقتي الله يرحم باك. وتنشكر الإخوان المشاركين، اللي تشاركوا هذه الأيامات، والناس اللي يعملوا لي كومنتير، شكرا لكم جزيلا. بكم ما نكونش انا هنايا، وانا ولا ما كاينش المراكي، انا ما نكونش هنايا. سواء نتوما والمراكي لكم دور، باش انا هنايا تنخربق عليكم. قال لك واحد تخرب. ودابا حنا تنتسناو المهدي المنتظر، المهدي المنتظر تنتسناو فيه باش يجي، باش يجي. واش غادي دابا حنا ولينا في حنا ويا ورات اتميرسي اتيزميرسي ميرسي ما عرفش يدير معنا. بالك التفاهه ما التفاهه، ايوا غنشوف غنشوف واش يدير مع قمامه اللي ما يدور فيه. ولا داك عزوز وهشام هذاك البرو ناري، هذاك السنيور بيتر يدير لهم الفتوى، الفتوى بالمسيحيه. هذاك بيتر سنيور بيتر، هذاك بالقزاز شتو ساكت مرض مالو. والاخ العروشي ما خرجش هاد السيمانه، هذاك الكعي كاع ملي خرج كاعي مابقاش مالو، داروا فيه عاوتاني. ويلي وي سي العروشي، خرج خرج الله يرحمك، خرج عاوتاني طاكي لي شي واحد. انا بنتسنى مول كامل، مول كامل باقي له جاي في الطريق شي شويه ويدخل بوم تاني يدخل هو هذاك، هذاك يخلي تاني نعسو عاد يدخل هو بداك الكاميو. شفت واحد الارتيكل ديال ديك الصحافه الكترونيك، الصحافه ما عرفت ليهم هذيك، شفت واحد الارتيكل يتكلم. معليش علي هذا اخواني المغاربه ما نطولوش عليكم، وهذا ورك وعاود الكرك دي عرفتي. نسيت ما تفيدش الشوفاج، ما عليناش تفيد المدابة، ها هو تفيه، هلا، نسيت الله نسيت، بيزا نسخن، فهمتيني أنا دابا مع الضلوع جيني البرد، فلا أخي المغربي، ورك وعاود كرك، فهمتي، وأنا من لك الناقوس باش اللاست أوردر، ملي ها هو نديرو يور لاست أوردر بليز، يور لاست أوردر، يلاه يلاه. واش غدا غادي يتحاكم داك الدري، هذاك الدري يتحاكم غدا، ها داك الدري ديال اسمو هذا، واش غادي يحاكمو غدا؟ قال لي 25، واش غادي يحاكمو غدا؟ ايوا انا نشوف عاوتاني. كنطلب المغاربه يا كان غادي يتحاكم غدا باش يوقفوا قدام المحكمه مسانده للاخ هذا اللي غنى اغنيه عاش الشعب، فهمتي. ها هو اللي غنى الاغنيه هذا، راه قال غادي يحاكمو 25 في الشهر ولا 15، ها هو وقفوا قدام المحكمة. ها نتوما أنا نشجعكم من هنايا. قول لي واحد علاش علاش ما ديرش الزفزافي؟ ها هو الزفزافي خويا تنديروها يوميا سيمانة فهمتي. ها هو واش ندير لك أنا؟ ما بغيتش يطلقوه ولا القحا، ما بغيتش يطلقوه، ما بغيتش يطلقوه فهمتي. دابا اللي غادي يدير غادي 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 يزيدوا لي في هذا الشهر، هذه الشهرية ديال الشهرة، الشهرة الشهرة عاش السكيرية، واللي ما عجبوش الحال يعاود كرو فهمتي. لان حنا منظمين، منظمين حنا، راه جمعيه، راه جمعيه ملكيه، ملكيه عرفتي الملكيه، ملكيه هير ماجيستي ديك وينها هاوس اوف وينزا. لا ما انت
عاش المراكي، شتي المراكي بغيت يترجم لي الكلمات كلش بلا مراكي انا ما نكونش هنايا فهمتي، غادي نشوف انا كاين شي حاجه صافي هادشي اللي كاين والو. او هذا هذا ما بغيناش الضريبه على الخمر ما عندنا ما نديرو بها فهمتي، ها هي اللي نديرو عليكم هنايا. فلهذا يا اخي وراك وعد كرك ابوني سبسكرايب بارتاجي شير وخرى شاركوا وفرقوا بعضياتكم وكليك لاك وتصبحون على خير ونشوفكم مره اخرى. اجي مراكش اجي الله يرحم باك اجي من عشر من عشرين نقص تبقوا على خير وشكرا على متابعه القناه ما عليناش.